القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. للعام الثاني مصر ضمن أفضل وجهة سياحية حول العالم. دراسة تحذر الرجل الأعزب أكثر عرضة للوفاة بمرض قصور القلب. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. نشرت شبكة CNBC الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصنيفاً لمجموعة من الدول كأفضل وجهات للسفر والسياحة خلال عام 2023 وفقاً لناشنال جيوغرافيك، وتصدرت مصر مجموعة الدول المصنفة كأفضل وجهات للسياحة الثقافية حول العالم. ونصحت الشبكة العالمية بزيارة مصر وقضاء وقت ممتع بها خلال عام 2023، وقالت الصحيفة إن مصر هي وجهة السياحة الأولى. جاهزة؟ يلا جاهزة. يا بتوع السياحة، عندي كلمة اللي هي اشمعنى؟ خدوا عشتي من الوجهات السياحية. يا بتوع السياحة، أنا الأصل. اشمعنى؟ عايزة ديك أوروبي ونحسن النسل. دايما مع مصر فرحانة ومستبشرة. اشمعنى؟ بلدنا يا أختي دايما متصدرة. السياح بيتفرجوا على ديك يا ولية. اشمعنى؟ مثال واضح على سوء التغذية. كشفت دراسة جديدة قدمت في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الرجال الذين لم يتزوجوا أبداً هم أكثر عرضة للوفاة بمرض قصور القلب مقارنة بالرجال المتزوجين. وذكرت صحيفة سايتك ديلي العلمية أن جنس الشخص وحالته الاجتماعية يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب عندما تصبح عضلة القلب ضعيفة أو متيبسة للغاية، بحيث لا تستطيع ضخ الدم إلى الجسم بشكل فعال، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة. جاهزة؟ يلا جاهزة. يا ديك المستقبلي، عايز أسمع لك صوت. اشمعنى؟ تعال نتجوز يا بعيد قبل ما تموت. تعال نتجوز وقلبك حديد. اشمعنى؟ مش عشاني، ده لمصلحتك يا بعيد. ديك تعبان وعنده كذا وكذا. اشمعنى؟ طب تعال نتجوز قبل العناية المركزة. عايزة اتجوز ديك عازب وحداني. اشمعنى؟ دي للمصلحة العامة مش عشاني. إليكم أهم ما جاء بها. للعام الثاني مصر ضمن أفضل وجهة سياحية حول العالم. دراسة تحذر الرجل الأعزب أكثر عرضة للوفاة بمرض قصور القلب. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.